زميلنا الدينمو نجيب القحطاني ينتظرنا، وهو راح نكون طبعا معه على طول خطوه. كاميرا صباح الخير الكويت التي موجوده هي خارج الاستوديو. سمعنا قبل مده قصيره عن الكاميرات المروريه التي تم تركيبها في الشوارع، تفاصيل اكثر من زميلنا نجيب القحطاني ووزاره الداخليه. نقول صباح الورد لنجيب. صباح الخير عبد الرضا، صباح الخير منيا، صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا وجولاتنا في جميع الاماكن، مثل ما تفضل فعلا زميلي عبد الرضا، احنا موجودين اليوم في الدائري الاول وطريق صباح الاول، هذا الطريق اللي يمتد من هذا الطريق السريع. لكن احنا مثل ما احنا تفضلنا يعني عودناكم ان تركيب عدد 60 كاميرا ضبط مرور جديده لرصد متجاوزي السرعه فوق المعدل، ويمكنها تصوير ما يجري على جميع الحارات في هذا المكان. لكن اكثر واكثر راح نسلط الضوء معنا الملازم اول مهندس علي طه بربيع من اداره العمليات في الاداره العامه للمرور وزاره الداخليه. ملازم اول مهندس علي، صبحك الله بخير، يعطيك العافيه. صبحك الله بالنور، الله يعافيك، عساك على القوم. ملازم علي، ودنا نتكلم عن يعني نوعيه هذه الكاميرات. الكثير قاعد يشاهدها بالشارع انها يعني قبل كان في كاميرات غير، لكن هذه الكاميرات حديثه او جديده ويرمزها اللون الاسود موجوده، ودنا نتكلم عنها، نعرف المشاهد الكريم نوعيه هذه الكاميرا. صحيح طبعا، بالنسبه لما تفضلت بخصوص انظمه الضبط المروري الحديثه او اللي احنا نفس ما سميتها اللي هي باللون الاسود، طبعا هي تختلف عن سابقتها بثلاث امور اضافيه، طبعا هي متطوره نوعا ما. طبعا الامر الاول اللي تقوم فيه والمتعارف عليه ضبط السرعات المتجاوزه فوق المعدل المسموح للطريق، طبعا اللي في مرتاد اللي يرتاده قائد المركبه. الامر الثاني واللي هو الحديث طبعا اللي يختلف عن الكاميرات السابقه، انه ترصد وتضبط متجاوزي حاره الامان، حاره الامان طبعا اليمين واليسار. للعلم حاره الامان اليسار الان نطلق عليها لين ون، طبعا تم الغائها كونها حاره امان يسار، الان تسميتها طبعا لين 1 2 3 لغايه ما نوصل حاره الامان اليمنى. الامر الثالث والخاصيه الثالثه الجديده اللي هي طبعا ترصد الشاحنات المخالفه خاصه السير وقت المنع. طبعا نفس ما انت عارف اخ نجيب، طبعا كل شارع هناك وقت منع لسير الشاحنات، فترة الصباحية طبعا الفترة المسائية. وضعت هذه الكاميرا أيضا أن ترصد الشاحنات اللي تسير وقت المنع، وكذلك ترصد سرعاتها. نفس ما تعرف الطرق السريعة وأغلب الطرق لكل طريق هناك طبعا سرعة قصوى للمركبات العادية، لكن الشاحنات نفرض طبعا الآن احنا على خط الملك فهد السرعة المتعارف عليها 120 كيلومتر في الساعة، الشاحنات ما المفروض تعدي سرعة 80. فالكاميرا الحديثة فيها الخاصية تقدر تخلي لكل حارة ليمت للسرعة. حالتنا هذه الشاحنات إذا تجاوزت سرعة 80 ترصدها طبعا مباشره وتحرر لها مخالفه. نعم مناسب علي، ودنا يعني نوضح حق المشاهد الكريم ان طريقه تحديد الحارات، يعني احنا خلينا نقول عندنا تقريبا في الخط السريع اكثر من حاره، لكن طريقه تحديد الكاميرا مثلا تضبط من قبل الاداره ان هذه الحاره سرعتها كذا، الحاره الثانيه سرعتها كذا، الحاره الثالثه، حاره الامان شلون تقدرون تحددونها؟ حاره اليسار 45 لكن اليمين؟ طبعا نفس ما انت عارف حاره الامان اليسار محصوره في الطرق، مو جميع مو على امتداد الطريق الرئيسي مسموح له. طبعا الخطوط الطوليه اللي هي الملك فهد والملك عبد العزيز والطريق المطار اللي هو طريق 50 اللي هو الرياض، كذلك الغزالي، الحارة الأمان اليسار المسموح فيها من الدائري الأول محصورة من الدائري الأول لغاية السادس، وبسرعة ما تتجاوز 45 اللي هو لين وين اللي هو الحارة الأمان اليسار سابقا. أما حارة الأمان اليمين نهائيا ممنوع أن أحد طبعا يرتادها لا بسرعة 45 ولا حتى أقل، يعتبر طبعا مخالف. يعني إذا شخص مثلا أو قائد مركبة يقود السيارة على الحارة اليمين يخالف مباشرة؟ صحيح، من قبل الدورية إذا كان في هناك دوريات، وأغلب الطرق الآن خاصة فترة الدخول والخروج هي أوقات الذروة اللي فيها المركبات تتجاوز وتخالف، فنجد يعني في دوريات ثابتة بالأماكن الكثافة اللي احتمال المركبات تتجاوز فيها، إما تقوم الدورية بمخالفتها مباشرة أو بالنظام الحديث الحالي وبالكاميرا
اللي هي باللون الاسود هي تقوم طبعا بمخالفتها. لو يقول لكم شخص والله انا سيارتي عطلانه وقاعد امشي مثلا 10 او 20 على الحاره الامان سيارتي عطلانه، شو تقدروا تحددون هذا مخالف او غير مخالف؟ صح طبعا نفس ما انت عارف الكاميرا السوداء وكاميرا الضبط المروري في لها طبعا عدات سرعه، يعني راح نعرف هو ماشي حاره الامان اليمين وراح نعرف كم سرعته. ما يكتفي فقط بمخالفته كون على حاره الامان اليمين، لا ايضا يحدد السرعه اللي كان فيها. ودنا نعرف الكاميرات، عموم الكاميرات في دوله الكويت، يمكن احنا بالسابق احنا كنا عارفينهم كانوا تقريبا 240 كاميرا، لكن الحين بزياده ال 60 كاميرا هذه. صحيح طبعا النظام السابق او النظام المتواجد حوالي 240 كاميرا على مختلف الطرق الرئيسيه كذلك المحافظات. تم الان تدعيمها بالنظام الحديث المتطور اللي الكاميرا السوداء حوالي 40، فالمجموع حوالي 300 وان شاء الله بازدياد. بخصوص الكاميرات القديمه الان قاعد تركبون الكاميرات الجديده، بخصوص الكاميرات القديمه هل راح تخلونها في نفس المكان ولا راح تاخذونها مثلا اماكن اخرى؟ طبعا اخوي نفس ما تعرف اخوي نجيب احنا ننظر للتطور والتقدم، في حاله طبعا في شيء نظام جديد واحدث يضمن لنا السلامه المروريه والضبط المروري على الشارع، ثق تمام انه طبعا اي نظام حديث راح يلغي القديم وبالتدريج ان شاء الله على مجمل الطرق. الله يعطيك العافيه الملازم اول مهندس علي طه ابو ربيع من اداره العمليات الاداره العامه لامور وزاره الداخليه، عساكم على القوه. يمكن هذه يمكن نصيحه لكل مواطن ومواطنه ومقيم ان دير بالكم ترى الكاميرات موجوده تصور على الجانبين حتى حاره الامان اليمين تصور عليه، فالواحد يحط باله. يعطيك العافيه عساك على القوه. الله يعافيك ويقويك حياك الله. مشاهدينا الكرام كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من الدائري الاول وشاهدنا معكم الكاميرا الجديده، نتمنى لكم السلامه. راح نرجع الى زملائنا في الاستوديو لتكمله الفقرات الحلوه والمتميزه لبرنامج صباح الخير. زملائكم الهوى تفضلوا.